مرحبا صديقي حمد. هذا مثل ما تشوف جسر حديقة معلقة شفتوا الخريطة، ناخذ جولة فيها. وهذه جولة سريعة لجسر تصوير ربشة الناس وإطلالات. ابو حميد كيف حالك؟ انا 9/4 فارلنا بكره قص، انا شهر 4 ما تروم تقص غاليات، بكره نقص واصلات 150. يلا عمان هير زبايدي كاب ليولي وابو حميد، يلا بنغير جو يا ابو حميد. هذا الجسر من الأعلى يا صديقي. طلاب المدارس ما شاء الله عند البرج ثلاثة عالقة. إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أن يبينها ويوضحها. طبعا هذا الغرفة العائلية اللي عند الجماعة، أنتم سلمكم الله مثل ما تشوفون سرير حق الكبار، وتقدرون تحولونه لسرير تلسون سمارت، وعندكم هذه الكرفاية وكرفاية هذه حق الصغار، وعندكم بلكونتين برويكم البلكونة. الله يعزكم دورة المياه، مطبخ طبعا صغير، دورة المياه حتى الشطاف موجود فيها. وعندكم هذه البلكونة وهذه البلكونة هنا، وهذا الافطار هنا، وهذا شارع نظامي.